يعطيكم العافية شباب. هاي الجزئية من المحاضرة هي عبارة عن تطبيق على موضوع الداتا انتجريتي. راح ناخذ كيس ستدي كيف ممكن نتأكد من الانتجريتي تبعت الكتب باستخدام الاي اس بي ان نمبر. طبعا الاي اس بي ان هو عبارة عن اختصار لانترناشونال ستاندرد بوك نمبر، وهو عبارة عن طريقة او ميثود بتعبر عن يونيك نمبر بنستخدمه لكل كتاب. وبالتالي عشان أتأكد أنه هذا الكتاب صحيح أو مش صحيح من خلال اليونيك نمبر هذا. طبعا في عندنا نوعين مشهورات من الـ ISBN نمبرز، في عندنا 10 وفي عندنا 13. لما بنحكي عن 10 بيكون في عندي 9 كاركتر، هذول التسعة كاركتر بيعبروا لي عن الديجيتس تبعات الكتاب، واللاست كاركتر بيعبر لي عن التشيك ديجيت او اللي من الديجيت اللي بنتاكد من الانتجريتي تبعت الداتا تبعته. لما يكون عندي 13 الاي اس بي ان 13، في عندي 12 كاركتر للانفورميشن ديجيت، وفي عندي الديجيت رقم 13 عن الديجيت تشيك. وبالتالي 12 للانفورميشن وواحدة للتشيكينج. بالاي اس بي ان 10 تسعة لا التشيكينج، تسعة عفوا لا الانفورميشن، واحدة لا التشيكينج. طبعا على سبيل المثال فرضا عندي الكاركترز من A ل I اللي بيعبر لي عن الأرقام تبعات الكتب، تمام. بصفي في عندي الديجيت العاشرة. احنا عشان صراحة نحسبها بنستخدم إشي بنسميه الموديولا، وفي عندي صراحة 3 cases بتعبر عن قيمة الديجيت الأخيرة. فممكن تكون القيمة من 1 لـ 9، أو ممكن القيمة ممكن تكون 0، أو ممكن القيمة تكون إكس. طبعا لما تكون إكس بتكون قيمة الديجيت أكبر من 10، وبالتالي لما تكون أكبر من 10 خلاص إحنا بنحطها إيش إكس، لأن إحنا فعليا ما في عندنا إلا ديجيت إيش واحدة. راح ناخذ 3 examples، وكل ما كل واحد منهم بيعبر عن كيس معينة. وبالتالي احنا عشان نوجد الفاليو هاي ببساطة بناخذ هاي الأرقام أو الرموز من 1 لـ 9، بعدين نضربهم مع بالأرقام من 10 لـ 2 تنازليا، بعدين ناخذ مجموعهم، بعدين نحسب ايش الموديولا. الموديولا معناتها ايش؟ باقي القسمة. وبالتالي باقي قسمة الجي على 11 نفس باقي قسمة حاصل ضرب هذول اثنين، يعني الـ A مع الواحد زائد الـ B مع 2 زائد الـ C مع 3 وإلى آخره. بس بدل من 1 لـ 9 بيكون عندنا من 10 لـ 2، وبدل من A لـ I بيكون في عندنا الأرقام العادية. طبعا لو اجينا على الاكزامبل الأول، لاحظوا هون أنا في عندي 9 كاركتر للكتاب هذا، 87 11 0 7 5 5 9، وبالتالي قيمة الديجيت عبارة عن 7. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية للكتاب الثاني قيمة الديجيت 0، والحالة الثالثة اللي هي قيمة الديجيت X. طبعا نيجي على الحالة الأولى، طبعا بناخذ الأرقام بنحطهم بشكل عمودي، 8 7 1 1 0 7 5 5 9. بعدين نضرب الرقم الأول الثمانية هاي بنضربها ب 10، بيطلع عندي الناتج 8. بعدين الحالة الثانية بضرب 7 ب 9، لاحظ هنا هذا نضربه في 10، بعدين هذا في 9، بعدين هذا في 8، بعدين هذا في 7، بعدين هذا في 6، بعدين هذا في 5، هذا في 4، وهذا في 3، وهذا في 2. طبعا 8 ب 10 80، 7 ب 9 63، 1 ب 8 8، 1 ب 7 7، 0 ب 6 0، 7 ب 5 35، 5 ب 4 20، 5 ب 3 15، و9 ب 2 18. مجموع هاي الارقام كلها عباره عن 240 46. وبالتالي المعادله راح يصير عندي جي كونجرنس ال 246 مد ال 11 شو هي. وبالتالي باخذ ال 246 بقسمها على 11، والباقي هو بتكون قيمة ايش؟ الجي. بعد ما طلعنا قيمة الجي بنقدر نطلع قيمة ايش؟ الاكس. فلو اجينا على الكالكوليتر لو اجينا على الكالكوليتر
اللي هو 240 46. طبعا هنا بنختار اذا كنت الجهاز شغال على اوبن تاخذ بروجرامينج مود، اذا كنت شغال على الويندوز في عندك الساينتفك مود. فبنروح هنا 246 مود ال 11 بيطلع عندي الجواب قديش 4. وبالتالي 4 اذا قسمتها على 11 قديش باقي القسمه؟ فعليا 4 لانه اقل من ال 11. 246 باقي قسمته على 11 بيكون عندي الجواب قديش؟ 11. لاحظ هنا القيمة طلعت عندي أقل من 11، لما تطلع عندي القيمة أقل من 11 بعدين لازم يكون مجموع القيمة مع X لازم يكون عندي إيش؟ 11. وبالتالي 4 زائد X يساوي إيش؟ 11. وبالتالي قيمة X قديش راح تكون عندي؟ راح تكون عندي إيش؟ 7. وهي نفسها إيش؟ نفس السبعة اللي موجودة في الكتاب هذا. هذا إذا بنحكي عن الكيس الأولى. طبعا نيجي على الكيس الثاني، الرقم الثاني او الكتاب الثاني 04711904 7. طبعا هنا راح تكون قيمتها ايش؟ 0. بس خلينا نحسبها. طبعا اول شيء 0 نضربه ب 10، بعدين نجمع 4 9 زائد في عندنا 7 ب 8، بعدين عندنا الواحد ب 7، بعدين الواحد الثاني ب 6، بعدين التسعة ب 5، بعدين الزير ب 4، بعدين الأربعة ب 3، واخر شيء السبعة ب 2. طبعا راح يكونوا 0 36 56 7 6 45 0 12 14، وبالتالي مجموعهم 176. فاروح اخذ 176 70 76 مع مود ال 11 بيطلع عندي ايش؟ جواب 0. شباب اذا طلع عندي الجواب 0 وبالتالي راح تكون قيمه المود او التشيكينج ديجيت راح تكون ايش؟ 0. وبالتالي 0 باقي قسمته على 11 قديش؟ راح يكون 0. 176 راح تكون قديش؟ ايش؟ عباره عن 0. لانه هاي الكيس ايش؟ ببساطه. فاذا طلعت عند اول ما تطلع عندك المود 0 خلاص وقف، لا تروح تقول 0 زائد اكس، خلاص مباشره لا تحكي 0 زائد x يساوي ايش؟ 11. خلاص وقف، وراح تكون قيمه ايش؟ التشيكينج ديجيت 0. في عندنا اخر كيس اللي هي الكتاب 07195420 9، بعدين ايش؟ قيمه ايش؟ الديجيت. لاحظوا بهاي الحاله راح تكون عندي قيمه الديجيت عباره عن x. ف 0 ب 10 0، 7 ب 9 63، 1 ب 8 8، 9 ب 7 63، 5 ب 6 30، 4 ب 25، 2 ب 4 8، 0 ب 3 0، 9 ب 2 18. بعدين نيجي على العملية هاي 210 باقي قسمتها على 11 قديش؟ نروح على الكالكوليتر. 210 مد ال 11 مد ال 11 راح يطلع عندي ايش؟ الجواب 1. وبالتالي راح يكون عندي 1 باقي قسمته على 11 1، 210 باقي قسمته على 11 1. طيب نيجي على هون العمليه هاي، ايش الرقم اللي بزيده على x على 1 بيعطيني ايش؟ 11. طبعا الرقم اللي هو عندي ايش؟ 10. طيب ال10 كم خانه عندي؟ عباره عن خانتين، وانا كم خانه موجود عندي مسموح لي اكتب عليها؟ عندي خانه واحده، وبالتالي بنحط محل ال10 بنحط x اللي هو ايش؟ الرمز الروماني. وبالتالي اذا جاك في الامتحان بتحط لي ايش؟ اكس كابيتال لتر. طبعا هون وين التشيك ديجيت تيرنز اوت العشرة راح نستخدم الاكس جوا هاي الديجيت. طبعا هون بيعبر لي عن حرف ايش؟ روماني. اخر شيء انا حاط لكم اكزامبل وحاط لكم على ويب سايت بامكانك تحسب الشيء اللي بدك اياه اوتوماتيكلي من خلاله. فإذا بتروح على البراوزر، إذا بتروح على البراوزر مباشرة بإمكانك تحط الأرقام اللي بدك إياها وهو إيش بيحسب لك الديجيت، هل هي صحيحة ولا مش صحيحة. طبعا لو إجينا مثلا أخذنا أول كيس هاي بدنا نتأكد هل الرقم 7 ولا مش 7. ف
نعمل كوبي هذول الأرقام، نروح على الويب سايت، نعمل كالكوليشن، بيطلع لي إيش الرقم 7. خلينا مثلا نأخذ الكيس الثانية هاي، طلعت عندي الديجيت 0، الكيس الأخيرة ناخذ ال 9 كاركترز او ال 9 ديجيتس، نحطهم هون، بعمل لي كالكوليشن بطلع لي الجواب اكس. وهاي هي موضوع الكيس ستدي اللي اخذنا عن الداتا انتجريتي.